مساء الخير. أعتقد المنفذين كانوا في وضع مريح جدا، وقاموا باعتقال أو تقييد المواطنة الألمانية ووضعها في عجلة كانت مخصصة. أعتقد هذه العملية مخطط لها ومهيئة لها، وتمت احتمال بمراقبة هذه المختطفة، وبالتالي قاموا بتنفيذ العملية في التوقيت الذي كانوا قد وضعوه لهم. هذه رسالة تحدي إلى السيد الكاظم وإلى الحكومة بأن هذه الجماعة تستطيع الوصول إلى أي هدف أو إلى أي شخص في بغداد أو في أي منطقة أخرى. وبالتالي اليوم السيد الكاظم مطالب منه الكثير، وخصوصا فيما يتعلق تعقب هذه الجماعات المنفلتة، وقد تكون جماعات الجريمة المنظمة أو جماعات أخرى، واعتقالهم لأنه سوف يسيئون إلى العراق أو سوف يقللون من هيبة الدولة. وعليه اليوم أن يتحرك بسرعة لإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة وكشف كافة ملابسات هذه القضية. نعم، حسب المعلومات المتوفرة لديكم، كيف تم كشف أو التواصل للجهات الخاطفة للناشطة الألمانية هيلا موفس؟ حقيقة أنا لا أملك معلومات عن هذا الموضوع، ولكن بالتأكيد كل خطوة أو أي عملية مشابهة من هذا النوع سوف تقوم الأجهزة المختصة بتكثيف الجهد الاستخباري وتقاطع المعلومات وتدقيق الكاميرات وجمع الكثير من المعلومات عن طريق المصادر. وأعتقد هم قاموا بذلك خلال 72 ساعة، ويعتبر وقت قياسي للوصول إلى مكان احتجاز المختطفة وتحريرها بواسطة القوات الأمنية ومحكمة الرصافة اليوم هي تتولى التحقيقات في هذا. أيضا يعني بعد تحرير الناشطة الألمانية من الطبيعي ظهور نتائج التحقيقات، برأيك كيف تتوقع مسار نتائج هذه التحقيقات؟ حقيقة يجب أن يكون التحقيقات هي اليوم مع القضاء العراقي. أعتقد القضاء العراقي سوف يقوم بالتحقيق وسوف يتوصل إلى الجنات وإلى الأهداف التي قاموا بهذه من وراء هذه العملية. قد تكون هناك أهداف سياسية أو قد تكون هناك من أجل المال. اليوم نعرف أنه الوضع العراقي، الوضع الاقتصادي، الوضع المالي اليوم في العراق هناك أزمة، وكلما تكون هناك أزمة مالية أو أزمة اقتصادية بعض الجماعات قد تستخدم هذا الأسلوب من أجل الحصول على فدية أو الحصول على أموال، ولكن هذا خاضع للتحقيق. وأعتقد التحقيق سوف يبت في هذا الموضوع، يتوصل إلى أسباب اختطاف المواطنة الألمانية والأهداف من وراء ذلك. سيادة اللواء، ما نلاحظه أيضا في حالة اختطاف يعني ناشطة أو أي شخصية أجنبية، يتم التسريع بعملية التحرير. يعني هذه الناشطة تم تحريرها بعد مرور 72 ساعة، يعني حتى ربما الكشف عن المختطفين أيضا في وقت قصير جدا. لكن في الحالة العراقية عندما يكون الشخصية أو الناشط عراقي، يبقى مصير المختطف مجهولا، كيف تفسر يعني ذلك؟ هذا صحيح. هناك الكثير من حوادث الاختطاف ليس فقط في بغداد وإنما في محافظات أخرى. لحد الآن لم يتم الكشف عن مصيرهم، ولم يتم الإبلاغ عن أي تحقيق جاري أين يتواجدوا ومصير هؤلاء المختطفين. أعتقد عملية الضغط الدولي، يعني ما تكون هناك مختطف أجنبي، وهنا تدخل العلاقات ما بين الدول، وبالتالي سوف تمارس الدول دبلوماسية على العراق لأنها تؤثر على علاقات العراق مع تلك الدول، ولهذا تسعى القوات الأمنية للوصول.
أعتقد القوات الأمنية قادرة للوصول إلى أي مختطف موجود منذ فترة، وهناك مطالبات بذلك، والسيد الكاظمي أشار إلى ذلك في بداية تسنمه لمنصب الحكومة عندما قام بتشكيل لجنة للتفتيش أو للبحث عن المعتقلين أو المختطفين في العراق. نعم، العسكري السابق ماجد القيسي، كنت معنا عبر سكايب من أربيل، شكرا جزيلا.